لاعبين النادي ايضا. وطبعا احنا معانا عبر الهاتف يوسف مرجان احد اللاعبين طبعا ولاد حضرتك اللي طبعا طالعين اعاره وعينينا عليهم ونفضل متابعينهم. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ اسلم على حضرتك واسلم على كابتن ميدو وكل الناس اللي بتتفرج. واتفضل يوسف. الف مليون مبروك. يمكن انت كنت محظوظ الحمد لله مع جيلك ان انت شفت هذا الكم من البطولات، يمكن 3 بطولات في موسم. طبعا بنقول لك الف مليون مبروك، واكيد استفدت حاجه من الضغط ده وضغط المباراه ده يوسف. الله يبارك في حضرتك. طبعا انا يعني من الناس المحظوظين جدا ان انا وقت ما طلعت درجه اولى كان في الفرقه كل النجوم دي، في وقت الحمد لله مكسب وبطولات. يعني انا مع ثلاث مواسم، ده الموسم الثالث ليا مع الدرجه الاولى في النادي الاهلي، تقريبا 9 بطولات. الحمد لله، يعني دي حاجه كبيره جدا. طبعا استفدت من خبرات كتير جدا. كابتن ميدو طبعا يعني صاحب الفضل عليا ان هو اول واحد صعدني درجه اولى في النادي الاهلي. والموسم ده طبعا في اوله كان في اللعيبه في المنتخب الوطني كان عندهم كاس عالم وبطوله افريقيا مؤهله للاولمبياد، وكنا احنا كابتن ميدو لعب فينا اول 12 ماتش في الدوري بالجيل الصاعد كله. كلنا كنا ناشئين، كان معانا بس 2 أو 3 لعيبه كبار، منعم كابتن محمد عبد المنعم ومع كابتن محمود رؤوف ومع محمد كابتن محمد عصام معوض وعبد اللطيف عثمان، بس دول اللي كانوا معانا. الباقي كله كنا لعيبه صغيره، والحمد لله كنا على قد المسؤوليه وما خسرناش ولا ماتش. الحمد لله كسبنا الماتشات كلها، وطبعا كل ده يعني بسبب الجهاز الفني اللي معانا، خبرات عاليه جدا، وبسبب اللعيبه اللي احنا بنتعلم منها كل يوم، بنتعلم حاجات جديده طبعا. اكيد. وكمان يا يوسف، يمكن انت قبل ما اعرفش كنت سامعني ولا لا، كان كابتن محمد مصلحي بيقول ان انتوا طبعا طالعين اعاره، يعني الاستفاده متبادله، يعني انت تلعب مباريات وتكتسب خبرات، يمكن هيكون يعني بقائك في الاهلي ممكن يبقى صعب شويه تاخد هذا الوقت، وهتبقى تحت عين طبعا كابتن محمد مصلحي. شايف القرار ده ازاي يا يوسف؟ طبعا احنا كنا يعني انا كنت في اول ما كنتش خالص بفكر ان انا في وقت اسيب الفرقه دي، بالذات في وقت اللي هو النجوم كلها موجوده، كابتن عبد الله عبد السلام وكابتن حسام يوسف وكابتن احمد صلاح وكل اللعيبه الكبار، يعني انا بتعلم منهم كل يوم. بس انا دلوقتي بقالي 3 مواسم الحمد لله اتعلمت منهم كتير، ابتدى الواحد يعرف الناس دي بتتمرن ازاي، بتفكر ازاي، ازاي روح الانتصار عندهم، مفيش حاجه اسمها نخسر بطوله او بطوله تضيع. جالي فرصه ان انا جالي كذا عرض ان انا اطلع اعاره، بيجي لي والله يعني من سنتين فاتوا بيجي لي اعارات، بس كابتن ميدو كان بيفضل ان احنا نبقى موجودين لان هو شايف ان احنا لسه ما اكتسبناش الخبرات الكافيه ان احنا نقدر نلعب في الدوري الممتاز يعني. بس لغايه لما جالنا السنه دي عروض، اتكلمت مع الكابتن ميدو لغايه لما وصلنا يعني وجهه نظر تقريبا واحده، ان احنا عايزين يعني هنتعرض لضغوطات عاليه واحتكاك اعلى، يدينا خبرات، وكله في الاخر علشان في الاول وفي الاخر نعرف نرجع النادي الاهلي ونحافظ على سلسله الانتصارات اللي الجيل اللي دلوقتي موجود بيعملها، ما يجيش بقى يحصل اللي هو الدروب اللي بيحصل ممكن كمان 2 أو 3 4 5 سنين يحصل دروب لما نيجي وقتنا. بس اتفقنا ان احنا نطلع، وكله طبعا انت طالع بهدف ان انت عايز تعمل احسن حاجه موجوده عشان ترجع النادي الاهلي، مش عشان اي حاجه تانية. جميل جدا يا يوسف الحقيقه ان انت بتفكر الفكر ده، وجميل جدا ان يبقى عندك الاراده دي والرغبه دي، وانت طبعا انت وزمايلك من ابناء النادي الاهلي، ونتمنى لك كل التوفيق يا يوسف. ان شاء الله، واحنا يعني والله ان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نعمل حاجه مشرفه، نشرف كابتن ميدو ونوري الناس كلها ان احنا اتعلمنا حاجات منهم كتير، منه من كابتن ميدو ومن كل الجهاز واللعيبه اللي كانت معانا اتعلمنا منه، ونقدر باذن الله نرجع النادي الاهلي تاني بسبيد وباذن الله باكتر من اللي احنا عملناه بكتير، يعني احنا لسه ما عملناش حاجه طبعا. اكيد يا يوسف، واحنا ان شاء الله متابعينك وهنبقى في الابطال هنا حتى عينينا عليك وعلى زملائك. الف شكر يوسف مرجان طبعا نجم النادي الاهلي وزمايله اللي طبعا اللي صاعد بقوه الصاروخ، ان شاء الله ربنا يوفقه فيما هو قادم، وايضا هيفضل تحت عين النادي الاهلي ان شاء الله ليعود في يوم من الايام يحمل الرايه كابتن مصلحي. يعني يمكن